من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. نجدوها طبعا هذه ذكروها في منار الهدى الرافضي العدد السابع صفحة 37. وين الرواية؟ صحيح هذه الرواية الوحيدة التي رواها أبو نعيم في الحلية، لكنه قال سندها غريب، سندها غريب، يعني هذا فيه إشارة إلى ضعف الرواية. لكن المصدر من عند الرافضة إخوانكم، التوحيد للصدوق صفحة 79، بحار الأنوار المجلد الرابع صفحة 295، نور البراهين لنعمة الله الجزائر الرافض المجلد الأول صفحة 217، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب المجلد الأول صفحة 340. ها؟ مصادر عقيدتكم من الرافضة. الدليل الثالث، خلق العرش إظهارا لقدرته. شو بيقولوا طبعا الأحباش؟ قال الإمام السني عبد القاهر البغدادي. يا عمي هذا رجل متأخر، وما أسند الرواية عن سيدنا علي، ما في إلى سند، بس واحد أشعري رواها يعني خلاص، ذكرها في كتابه. هذه ربما أيضا لأن الأشاعرة متأثرون بعقائد المعتزلة، والشيعة معتزلة في العقائد، مثل قول الشيعة استوى استوى، لو أنتم بتقولوا نفس الشيء فأنتوا شربتم احتسيتم سم المعتزلة، عارف كيف؟ فممكن يكون عبد القاهر البغدادي تأثر بذلك أيضا. وهذه العبارة موجودة في كتاب الاحتجاج للطبرسي المجلد الثاني صفحة 195، وكتاب العقائد الإسلامية المجلد الثاني صفحة 402، مركز المصطفى وإشراف آية الله السيستاني، كتاب الإلهيات صفحة 462 لجعفر السبحاني. مصادر عقيدتكم رافضة، تنبهوا يا عوام الأحباش من سم هؤلاء الأحباش الذين أنشأهم الرافضة في لبنان. الدليل الرابع، سبحانك لا إله إلا أنت لا يحويك مكان، هكذا يقول سليم علوان. نعم، وين هذا الإسناد؟ قالوا هذا ثبت بالإسناد المتصل إلى زين العابدين في الصحيفة السجادية. صحيفة السجادية، يا لكم من أذناب للرافضة. هذه الصحيفة من وضع الشيعة، وطبعت في النجف بالمطبعة العلوية سنة 1352، ثم صورتها دار صادق الشيعية في بيروت. قال عنها محمد جواد مغنية في تفسيره، تعظمها الشيعة وتقدس كل كلمة فيها. ما شاء الله مصادركم شيعية. ويفهم من قول هؤلاء بالإسناد المتصل أنه يكفي عندهم اتصال السند من غير أن يكون متواتر، لكن هذا لا يكفي على مذهبكم، فإنكم تريدون الحديث الصحيح ولو كان في البخاري، وتقولون هذا أحد لا يؤخذ به في العقائد، ولذلك رددتم حديث الجارية كما قال الحبشي. ثم هذا الحديث حديث الجارية ليس متواترا فليس علينا شيء، وهذا الكلام له مسجل عندي بصوته. وأنا أقتدي بالحافظ بن حجر والعراقي والسخاوي والزبيدي، فأستدل بابن تيمية في الحكم على الروايات كما فعلتم، فأقول قد نقد ابن تيمية هذه الصحيفة قائلا إن أكثرها كذب على علي بن الحسين. فإن قلتم ابن تيمية غير معتبر عندنا، قلنا لكم هو معتبر عند من هو خير منكم. فكم أخذ الحافظ بن حجر والزبيدي والسخاوي والسيوطي بحكم ابن تيمية في التضعيف والتصحيح، وكذلك الشيخ محمد ابن درويش الحوت البيروتي جد لكمال الحوت صاحبكم في كتابه أسنى المطالب. فإن كان عندكم كافرا فهو عند الزبيدي شيخ الإسلام، كما قال ذلك، كما وصف ابن تيمية في كتابه إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين المجلد الرابع صفحة 537. إذن أنتم متأثرون بالرافضة. ليس بمحدود فيحد، من وصف الله فقد حده، ومن حده فقد عده، موجود بلا مكان، وهذه موجود بلا مكان. وتستدلون برواية كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان،
رد عليكم الحافظ بن حجر وقال هذه العبارة الأخيرة وهو الآن على ما عليه كان ليست في شيء من كتب الحديث. شوف ماذا قال الحافظ بن حجر، وخذه حيث حافظ عليه نص، هذا ما تقولونه. اسمعوا ماذا قال الحافظ عن ابن تيمية، نبه على ذلك العلامة ابن تيمية وهو مسلم في قوله، فتح الباري المجلد السادس صفحة 289. ها شفتوا كيف؟ هذا من عند الرافضة، ممكن تجدوا هذه العبارة الأخيرة في كتاب الكافي للكليني. هنا والحافظ ابن حجر يقول لكم قال العلامة ابن تيمية، لا توجد هذه العبارة في شيء من كتب الحديث، موجودة عند الشيعة إخوانكم. إذا أنتم توافقونهم ومن عقائدهم والتي توافقون عليها أنتم أيضا الطعن في معاوية. والنووي يقول أما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه. بتوافق النووي؟ ما أعتقد. ذكره تحت حديث رقم 2381 كتاب الفضائل. وأما في الشرح ففي المجلد الخامس عشر صفحة 149، وهو دائم التردي عن معاوية رضي الله عنه. إذا ثبت أنكم أذناب للرافضة. شكرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سمعت رد سليم علوان، لكن ما أجاب على التحدي، ما أجاب على التحدي سوى أن قال لن نجيبك حتى تجيبنا. كيف يعني؟ طيب وأنا بقول لن أجيبكم حتى تجيبوني، صار حوار طرشان، حوار حيطان. ومعروف عند الأحباش حوار الحيطان، الأحباش ما بردوا، لا الأحباش بيقول لك برد عليك بسؤال، عرفتوا كيف؟ وهذا ما فعلوه لما تحديتهم، أعطونا أحد المشايخ العلماء المعتبرين المتقدمين الذين شرحوا الحديث وقالوا أن الحديث دليل على جواز الاستغاثة بغير الله، أعطونا. طبعا ما أجاب سليم علوان على أسئلتي، من معه بواسير أو سرطان في الدم هل يقول يا محمد فيشفى؟ أعطونا. ما سيدنا عمر الذي ترون عنه رواية خدر الرجل أصيب بالعمى وما قال يا محمد، ولم يرد له بصره، والنبي عنكم مطعون في شرفه. إيه ليش؟ لأنه ترك عائشة في الصحراء، فلا هي استغاثت به ولا هو أغاثها، لا هي استغاثت به ولا هو أغاثها. وأنتم تقولون يسمع الملايين في نفس الوقت، يسمع الملايين من يستغيثون به في نفس الوقت. نعم، واحد خدرت رجله، واحد معه بواسير، واحد مصاب بخدر في عقله، سبحان الله العظيم. طبعا هذا المتقعر سليم علوان يقول أقمنا عليك الحجة، سبحان الله. أنا أسأل كيف سمع النبي حاجتك أو حاجة ابن عمر وهو لم يعلم أن زوجته كانت في الصحراء متروكة منسية، وهي لم تنادي ولم تقل المدد المدد يا رسول الله، ما قالت. فيعني ذلك بحسب عقيدتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي أن تترك عائشة في الصحراء حتى أخذها صفوان بن المعطل ودخل بها المدينة، أو أن النبي كان لا يعلم، فهذا يرد عقيدتكم الباطلة في أنه يسمع الملايين في نفس الوقت، أو أنه علم بذلك وطنش، وهذا طعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. اختاروا ما تريدون فعقيدتكم سوف تبطل إذا اخترت أي الأمرين. يقول أقمنا على الدمشقية الحجة في المناظرة، أي حجة أقمتها علي؟ عندك نقطتين والباقي أنا من حججي عليك. النقطة الأولى قلت من قال أنه لا توجد إلا نسخة واحدة اللي طبعها كمال الحوت، من جيب لك نسخة ثانية. طيب هل هذا يقيم دينكم ومذهبكم الشركي؟ لا. ثم عندي الشيخ الألباني أصدق منكم، الشيخ الألباني قال أنه اطلع في الظاهرية على مخطوطات
الأدب المفرد البخاري وليس فيها يا النداء. والأحناف القدامى الذين كانوا يكتبون قبل عهد الصف كانوا يغيرون ويتصرفون من عندهم.